بيان اللجنة الأولمبية النهاردة يا جماعة، بيان يعني أنا بقول لك إنه ده اسمه بيان الموت، يعني ده بيان الموت، ده بيان قاتل، بيان الموت بمعنى كلمة الموت. فالأسف الشديد يعني إذا كان هناك أي شيء يمكن أن تقوله لا يمكن أن تقوله بعد هذا البيان، خلاص بعد هذا البيان لا تستطيع أن تتحدث أو تقول أي شيء، صدقني والله انتهى الأمر، انتهى الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الفاسقين والقوم الظالمين والأفقين والكذابين والمتاجرين. بص يا سيد الفاضل، تعال النهاردة نشروح للبيان ونبدأ به حلقتنا دي، وأرى لكم البيان الذي صدر منذ قليل من اللجنة الأولمبية المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. صدق الله العظيم. بيان من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن تأكيد اللجنة الأولمبية الدولية باختصاص الأولمبية المصرية بالنسبة لما تم من إجراءات وقرارات ضد رئيس نادي الزمالك السابق. وعايزك تركز قوي مع كلمة السابق، وترجع للكلام اللي احنا قلناه، ما عدناش بنتكلم في حاجة اسمها خلاص المعزول معزول وبقي سابق وترمى في الزبالة انتهى. البيان بيؤكد السابق، خلي بالك من الكلمة دي، خلي بالك من الكلمة دي وصحح معلوماتك. قرارات الأولمبية لا تنتظر اعتماد من الوزير، لا تنتظر اعتماد من الوزير، وإنما الوزير ما زال مقصرا في اختصاصاته، ولكن القرارات اتنفذت والمعزول أصبح سابق وترمى في الزبالة خلاص. انطلاقا من ولاية اللجنة الأولمبية المصرية في تنمية وحماية الحركة الأولمبية وتعزيزها والمحافظة على قواعد ومبادئ الفكر الأولمبي وفقا للمادة 84 من الدستور وأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقواعد الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية، فقد قامت اللجنة الأولمبية المصرية بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 9/10/2020 لإطلاعها على ما تم من إجراءات حيال رئيس نادي الزمالك السابق، والتي انتهت بوقفه لمدة 4 سنوات، وذلك وفقا للقانون واللوائح الوطنية ومدى اتفاقها مع ميثاق ومبادئ الأولمبي واختصاصها بمباشرة هذه الإجراءات تجاهه. وبتاريخ الأربعاء 14/10/2020، الحمد لله تأكيدا للانفراد بتاعنا، أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية ردها حيث أكدت فيه على الآتي. أولا، أقرت اللجنة الأولمبية الدولية باستلام خطاب الإجراءات التي اتخذت في مواجهة رئيس نادي الزمالك السابق، بدءا من تقديم الشكوى ضده ومرورا بسماع أقوال الشاكين وطلبه لسماع أقواله، ثم رفضه المسؤول أمام لجنة التحقيق، وانتهاء برأي لجنة التحقيق بوقفه لمدة 4 سنوات مع غرامة 100,000 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، حيث لم تبدي اللجنة الدولية على هذه الإجراءات أي ملاحظات أو اعتراضات على القرار، مما يعطي هذا القرار تحصينا وقوة. ثانيا، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية ردا على خطاب اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الإجراءات التي اتخذت مع رئيس نادي الزمالك السابق وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، بأن ذلك من قبيل الشأن الداخلي للجنة الأولمبية المصرية تعمل فيه سلطتها المقررة دفاعا للقوانين واللوائح الوطنية المتوافقة مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية دون ثمة تدخل. ثالثا، جزمت اللجنة الأولمبية الدولية على أن النزاعات ذات الصلة بالرياضة والتي تنشأ داخل الحركة الأولمبية والمقصود بالحركة الأولمبية طبقا لما هو منصوص عليها في الميثاق الأولمبي في الفصل الأول الحركة الأولمبية، وهو الآتي: بالإضافة إلى المكونات الثلاثة الرئيسية، فإن الحركة الأولمبية تشمل أيضا اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية
والاتحادات الوطنية والنوادي والأشخاص الذين ينتمون للاتحادات واللجان الأولمبية الوطنية، وتحديدا الرياضيين والذين تمثل مصالحهم عنصرا أساسيا في نشاط الحركة الأولمبية، علاوة على القضاء والحكام على القضاة والحكام والمدربين والفنيين والمسؤولين الرياضيين الآخرين، كما يشمل أيضا المنظمات الأخرى والمئات المعترف بهم من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. أربعة، أي شخص أو منظمة تتبع الحركة الأولمبية بأي صفة من الصفات ملتزمة بشروط الميثاق الأولمبي وعليه الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية، وهو ما يؤكد اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية وفقا للدور الذي رسمه القانون رقم 71 لسنة 2017 بوجوب قيام اللجنة الأولمبية المصرية بحماية الحركة الأولمبية المصرية، وذلك كله وفقا لما تقرره أنظمة الهيئات الرياضية المتوافقة مع الميثاق الأولمبي. ولما كانت المادة 54 من لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية وكذلك أحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية نفاذا لأحكام قانون الرياضة والمعتمدة من الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية بلائحة النظام الأساسي للجنة المصرية الأولمبية المصرية المنشور بالوقائع الرسمية، فقد رسمنا طريقا وحيدا لرئيس نادي الزمالك السابق للطعن على قرار إيقافه، هو طريق التظلم إلى مجلس إدارة الأولمبية المصرية، ثم الطعن على القرار الصادر في التظلم أمام مركز التصويت والتحكيم الرياضي المصري، ثم الطعن على الحكم الصادر منه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي. فإذا ما لجأ رئيس نادي الزمالك السابق إلى طريق خلاف ما هو مقرر في النظام الأساسي للجنة الأولمبية قواعد مدونة السلوك، فإنه يكون قد خالف ما قررته الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية، على سبيل المثال اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الوطنية، وفق ما ورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية. وإذ تغتنم اللجنة الأولمبية هذه المناسبة للتأكيد على التزامها بالمادة 84 من الدستور المصري والقوانين الوطنية، وأخصها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر في هذا الشأن الرياضي المتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية لهذه الاتحادات الرياضية المصرية وفق ما ورد في خطاب اللجنة الأولمبية الدولية. بيان يا جماعة مهم جدا، مهم جدا لأبعد الحدود. وإذ تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية أن ما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن هو منطلق احترام المواثيق والمعايير الدولية وحرصا على استقرار الرياضة المصرية بصفة عامة، وكيان نادي الزمالك العريق بصفة خاصة الذي يعد أحد قطبي الرياضة المصرية وصاحب البصمة القوية في الحركة الأولمبية بأبطاله الرياضيين في مختلف اللعبات الأولمبية. ونحن نعلم تماما مدى قيمة وقدر وتاريخ نادي الزمالك للألعاب الرياضية، أحد أهم القلاع الرياضية في العالم العربي والشرق الأوسط، ونؤكد على ما اتخذته اللجنة الأولمبية من قرارات هي تخص شخص لا علاقة لها نهائيا بالكيان العريق، ولن يؤثر بأي شكل في مختلف الألعاب الرياضية، وكلنا داعمين لفريق نادي الزمالك في مهمته الحالية بالبطولة الإفريقية لكرة القدم بالمملكة المغربية، وكلنا ثقة وأمل في قيام فريق الزمالك بالأداء الجيد وتمثيل مصرنا الغالية تمثيلا مشرفا، وندعو الله عز وجل أن يكون الفوز حليف القلعة البيضاء. ولن تتوالى اللجنة الأولمبية في الحفاظ على سير المنظومة الرياضية والحركة الأولمبية في مسارها الصحيح وتحقيق الهدف الأسمى للرياضة من خلال توفير مناخ يسوده روح السلام ونبذ التعصب والعنف، توافقا مع مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية. وفي الختام، فإن اللجنة الأولمبية لن تألو جهدا في سبيل تطبيق القوانين واللوائح الوطنية وصولا لإعلاء مبدأ سيادة القانون والحركة الأولمبية وتحقيق الحوكمة الرشيدة،
والله الموفق والمستعان، اللجنة الأولمبية المصرية.